نادي القدم نادي الاهلي واسمع جماهير نادي الاهلي متحمسين ولا لا؟ بسمع صوتهم. ايوه حبيبي الاهلي ان شاء الله مولك على ربي ان شاء الله مولك على ربي. قلت لك صل على النبي باذن الله ذكرت حبيبي صوتك حبيبي. ولكن اليوم هو امام الهلال. احنا دلوقتي امام ملعب آل نهيان واستعداد واقبال يعني بدايه زحف كل جماهير الاهلي المتواجده في ابو ظبي لمؤازره الاهلي في لقائه المرتقب امام يعني الشقيق السعودي نادي الهلال السعودي في مباراة قوية جدا هتكون ما بين شقيقين عربيين هو الأهلي المصري والهلال السعودي في مباراة كده الصراع على المركز. الأهلاوية بتبدأ في التواصل يعني في القدوم كده إلى الملعب المباراة واللي هيكون النهاردة على بكامل العدد بعد ما تم الغاء فكره يعني ال 30% اللي هيكون فاضي، لكن النهارده خلاص الكل قادم الكل على امل الاهلي ان شاء الله يخرج بنتيجه ايجابيه ويقدر يحقق لجماهيره المركز الثالث. زي ما انتم شايفين دلوقتي دي عمليات يعني قدوم جمهور الاهلاوي الى ملعب المباراه وسط حاله من الاجواء الحماسيه كده اللي ما بين كل الجمهور الاهلاويه. طبعا جماهير تشيلسي زي ما انتم شايفين كده جماهير تشيلسي لابسه يعني كوفيه النادي الاهلي. الاجواء هنا اكتر من رائعه، جماهير تشيلسي وجماهير برميلار بالميراس رغم ان هم ليهم مباراه نهائيه النهارده على ملعب الجزيره، لكنهم حريصين ان هم يجوا ويتفرجوا على مباراه المركز الثالث والرابع. زي ما انتم شايفين كده الجماهير جماهير الهلال وجماهير الاهلي الكل قادم الكل متحمس النهارده لفرقته. يعني من دقائق كده بدا مستر موسيماني يفصح عن تشكيل الاهلي النهارده للقاء المرتقب امام النادي الهلال السعودي واللي هيكون في علي لطفي حراسه المرمى قدامه محمد هاني وعلي معلول وياسر ابراهيم وعبد المنعم قدامهم ديانج والسليه وحمدي فتحي و طاهر محمد طاهر ومعاه يعني زي ما انتم شايفين كده طبعا معاه طاهر محمد طاهر ومعاه محمد شريف و الناس هنا بتحاول كده يعني تكون الكل ظاهر والكل يظهر سعادته. يعني زي ما انتم شايفين كده اقبال كثيف لجمهور الاهلي النهارده ومتواصل لجمهور الاهلي النهارده لمؤازره فريقهم كده امام الهلال. نامل ان يكون النهارده الفوز اهلاوي للاهلي المصري ان شاء الله وتكون مباراه تجمع ما بين شقيقين عربيين تملاها الروح الرياضيه كده باذن الله. يعني نتمنى كل بقى متابعي اليوم السابع اللي بيشوفونا دلوقتي اللي بيتفرجوا على اللايف اللي بيتفرجوا على عمليات اقبال الجماهير كده واحنا متفاعلين مع بعض الكل يكتب
ويقول توقعاته النهارده لنتيجه المباراه ايه. تتوقعهم نتيجه المباراه ايه لكل اللي بيشاهدنا دلوقتي واللي بيسمعنا؟ يا ريت تقولوا لنا كل توقعاتكم ايه لنتيجه المباراه، توقعاتكم ايه ورايكم ايه في المنظر اللي انتم شايفينه دوت. يعني انا بحاول او عايز اتكلم معاكم كتير، لكن للاسف يعني المنظر مش مخلينا عارفين نتكلم. ناس جمهور بيجي يتكلم من ورانا وبيبداوا كده يهزروا ويضحكوا، عايزين نرصد لكم كل حاجه وعايزين نبدا. نقول لكم على كل الاحداث زي ما انتم شايفين كده، كل الجمهور متواجد، مشجع زملكاوي مع صديقه الاهلاوي، يعني المنظر هنا والاجواء هنا اكتر من رائعه. قولوا لنا توقعاتكم للماتش، يعني وانتم بتتفرجوا علينا كده قولوا لنا توقعاتكم ايه للمباراه النهارده؟ شايفين النتيجه ممكن تخلص كام النهارده؟ زي ما انتم شايفين الجمهور بيواصل عمليه الزحف كده لملعب المباراه. خلاص ان شاء الله 45 دقيقه بتفصلنا عن بدايه المباراه وبدايه حلم الجمهور الاهلي في الحصود او حصد البرونزيه الثانيه على التوالي في كاس العالم للانديه، بعد ما قدر الاهلي يحصدها في نفس اليوم السنه اللي فاتت كده على حساب بالميراس في ركلات الترجيح. حبيبي حبيبي الاهلي يكسب ان شاء الله. يعني زي ما انتم شايفين لسه جمهور الاهلي بيواصل القدوم الى ملعب المباراه. هنا طباع الاعلام بقى والتيشيرتات والاسكارفات الخاصه بالنادي الاهلي. يعني خلوكم معانا النهارده لحظه بلحظه كده ونرصد لكم كل احداث مباراه الاهلي والهلال السعودي النهارده ان شاء الله. زي ما انتم شايفين يعني باذن الله النهارده هنكون معاكم لحظه بلحظه ونرصد لكم على موقع اليوم السابع وعلى صفحه اليوم السابع كل الاحداث وكل تفاصيل مباراه الاهلي والهلال في يعني مباراه تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، واللي هيليها طبعا مباراة بالميراس وتشيلسي على المركز الأول والثاني. زي ما انتم شايفين جماهير بتواصل عمليات كده الزحف لمدرجات ملعب المباراة. خليكم معانا النهارده على صفحة اليوم السابع وتابعونا لحظة بلحظة ان شاء الله العمليات، يعني كل الكواليس كل احداث مباراه الاهلي والهلال السعودي. ان شاء الله نكون معاكم على صفحه اليوم السابع وعلى موقع اليوم السابع، تابعونا ولايفات ثانيه قادمه ان شاء الله وفيديوهات خاصه واحداث المباراه على صفحه اليوم السابع وعلى موقع اليوم السابع وعلى الصفحه الخاصه باليوم السابع على اليوتيوب. يعني عايزين ننهي معاكم اللايف، لكن اعداد الجماهير وقدوم الجماهير كده هو اللي محمسنا ان احنا نفضل متواجدين معاكم. وزي ما انتم شايفين شكل الاسر والاطفال وشباب، الكل حريص اللي هو يكون متواجد النهارده، كل حريص اللي هو يجي يآزر فريقه النهارده في اجواء حماسيه قويه جدا. الناس اللي بتسال عن ميعاد الماتش هيكون بتوقيت القاهره الساعه 3 عصرا وبتوقيت ابو ظبي 5 مساء ان شاء الله.
يعني تنظيم وتنسيق قوي جدا من الجانب الاماراتي اللي بيحاول يسهل عمليه الدخول على كل الجماهير سواء المصريه او السعوديه. يعني ان شاء الله هنكون معاكم لحظه بلحظه وهنرصد لكم كل الاجواء والكواليس النهارده. خليكم معانا على صفحه اليوم السابع وعلى موقع اليوم السابع وكافه كواليس مباراه الاهلي والهلال السعودي في مباراه يعني حصد اللقب الثالث والرابع. شكرا.